طاب مساءكم مشاهدينا، واهلا بكم الى برنامج الاخبار الليله الذي يمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما اهم اخبار اليوم. والبدايه دوما من العناوين. فجأة ليبيا إلى احتقان أعقد، طوابير بنزين وترقب ليلة احتجاجية، من وراء مظاهرات قلبت المشهد؟ مظاهرات السودان في منحنى تصعيدي والأمم المتحدة تبحث حوارا فقدت معالمه. بعد قرابة أسبوع من الجدل، اتحاد الشغل التونسي يفشل في التوافق بشأن الاستفتاء والحرية لمناضلي. هل حوصرت المدينة؟ معارك عنيفة في ليسيتشانسك، كييف تقاتل إلى آخر رمق. ما الذي يحدث في ليبيا ومن وراء ماذا؟ تساؤلات كثيرة طرحتها مظاهرات ليلية متوترة في طرابلس وطبرق وبنغازي ومصراتة. ليلى تجاوزت الإيديولوجيا ولم تكشف عن أسرارها. اليوم دانت الأمم المتحدة اقتحام متظاهرين غاضبين لمقر البرلمان في إطار احتجاجات بمدن عديدة ضد الطبقة السياسية وتدهور أوضاع البلاد الاقتصادية، حيث خرج مئات المحتجين في شوارع العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، وهاجم كثيرون مباني حكومية وأضرموا النيران فيها، بما في ذلك مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد والمجلس الرئاسي في طرابلس. جاءت احتجاجات الجمعة بعد يوم من فشل قادة البرلمان ومجلس الدولة بطرابلس في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات خلال محادثات بوساطة الأمم المتحدة في جنيف. أعلن تيار باتريس الشباب في ليبيا الذي قاد احتجاجات أمس في طرابلس التصعيد والدخول في حالة عصيان مدني. وقال تيار إن التصعيد سيستمر إلى غاية خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، إضافة إلى حل الأجسام السياسية. مراسل حدث أفاد بأن أعضاء تيار باتريس يتجهون للتنقل داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ونصب الخيام هناك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي فتحي عبد الكريم المريمي إن التظاهر حق مكفول دستوريا، والشعب يمتلك الحق الكامل في التظاهر لتحقيق مطالبه، لكنه رفض في مقابلة مع الحدث ما وصفه بأعمال التخريب التي طالت بعض المقار والمؤسسات. بالنسبة لنا في ليبيا طبعا حق مكفول لأي مواطن ليبي أن يتظاهر، ولكن بشكل سلمي، ذلك محفوظ من خلال الإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية. يعني من حق الشعب أن يطالب مطالبه، وخاصة لما يشعر بأن هناك قصور معين يعني في تقديم خدمات ولا أي مطالب أخرى، من حقه أن يتظاهر ويطالب بذلك الجهات المسؤولة الموجودة في الدولة. طبعا الأمر عادي جدا، المظاهرات التي ظهرت يعني شيء طبيعي وعادي، ولكن الغير عادي وهو التخريب والحرق.
نفهم الصورة الآن في العاصمة الليبية طرابلس مع مراسل الحدث من هناك منير الأشهب. مساء الخير من جديد منير، يعني على ما يبدو في نصب قيام بميدان الشهداء، نتابع معك التفاصيل في هذا الإطار. نعم، أعلن تيار بتريس الذي قاد يعني التظاهرات يوم أمس في مدينة طرابلس وبالتحديد داخل ميدان الشهداء بعد لقائه بأعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة المجتمعين، فشل المفاوضات وفشل التفاهم مع أعضاء المجلس الرئاسي، مما دفع أعضاء هذا التيار بالتصعيد وأيضا نقل الاحتجاجات من أو التنقل من الاحتجاجات أو الانتقال عفوا من الاحتجاجات إلى عصيان مدني شامل يدعو فيه كل الليبيين للعصيان، حتى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وأيضا حل جميع الأسهام السياسية والاستجابة لمطالب هذا الحراك أو هذه المظاهرات التي عمت كل ليبيا. الآن بحسب يعني منظمين هذا الحراك أنهم يتجهون بعد قليل لنصب الخيام داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس لبدأ في العصيان المدني، وبدأ وسيبدأ التوافد من المعتصمين بعد صلاة العشاء داخل ميدان الشهداء، هذا بحسب تصريحات من داخل هذا التيار لنا بشكل خاص. وأيضا رفع سقف مطالبهم بحل جميع الأجسام السياسية. بالأمس كانت هناك يعني من ضمن مطالبهم هي أن يتولى المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء إعلان حالة الطوارئ وأن يمسك زمام الأمور ويجري انتخابات في أقرب أجل، ولكن يبدو أنهم بعد لقائهم بأعضاء المجلس الرئاسي هم وهو محمد المنسي رئيس المجلس الرئاسي و ايضا عبد الله اللافي وموسى الكوني لم يتم التفاهم بين اعضاء الحراك وايضا بين اعضاء المجلس، لم يصلوا الى نقطه تفاهم فيما بينهم، ولا يبدو ان بعض مطالب الحراك لم تلبى، مما دفع هؤلاء الى التصعيد ورفع حاله التظاهر الى عصيان ونصب الخيام داخل ميدان الشهداء حتى الاستجابه للمطالب التي طلبوا بها. ايضا هناك دعوات للخروج في مظاهرات ليليه داخل شوارع العاصمه والاستمرار في حاله الاحتجاج واستمرار في حاله العصيان حتى الاستجابه لمطالبهم. نحن في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمه، ايضا ليست في طرابلس فقط هذه الدعوات بل في كل المدن الليبيه هناك دعوات، وخصيصا في الغرب الليبي يعني من مدينه مصراته وحتى الحدود الليبيه التونسيه وايضا مناطق الجنوب ومنطقه بنوليد، هناك دعوات باستمرار لخروج المتظاهرين، خصوصا ان يعني المطالب تكاد تكون واحده بين كل المدن، سواء بخروج القوات الاجنبيه او حل الاجسام السياسيه الموجوده الان او حتى بالتعجيل باجراء الانتخابات وترك الشعب يقول كلمته ويحدد من يحكمه، ايضا بتعديل وضع الكهرباء في كل المدن التي بات ينقطع عنها لساعات طويله، وحل بعض المشاكل، وايضا تحديد سعر الخبز، وايضا ضمان وجود يعني خبز بحجم يقبله الجميع، خصوصا ان المخابز هنا تعمل كل وفقا ما يراه مناسبا، فتقلص حجم الخبز وزادت سعره في المده الاخيره. نعم، احد المطالب التي طالب بها هذا التيار، فانقسمت المطالب يعني ما بين مطالب سياسيه ومطالب عسكريه وايضا مطالب الخدميه او المطالب اليوميه للمواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبه، خصيصا ايضا بعد ارتفاع الاسعار وقرب العيد عيد الاضحى وارتفاع اسعار الاضاحي هنا، مما يثير حاله من الغضب داخل المواطنين ومما يتوقع زيادة أعداد المواطنين المحتجين على مثل هذه الأوضاع. نعم منير، على كل المشهد لافت، أكيد نحن يعني نتابع معك كل لحظة بلحظة لأي تطورات تأتي لا سيما من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا لك حتى الساعة مراسل الحدث منير الأشهب. ونتابع بالمشهد الليبي ولكن الآن من بنغازي مع مراسل الحدث من هناك محمد مسعود. محمد، أهلا فيك بالأخبار الليلة، كيف يبدو الوضع لديك؟ يعني بحسب الصورة إلى الآن الوضع عندك أهدأ من الوضع في طرابلس.
صحيح لارا، دائما الصورة بألف كلمة وهي معبرة. الآن الصورة والحياة عادية وطبيعية داخل شوارع المدينة، هناك فقط حالة من الانتشار الأمني المكثف والاستنفار الأمني على الساحات والميادين تحسبا لخروج أي مظاهرة من أجل يعني ضمان عدم اختراق هذه التظاهرات من قبل بعض الجهات التي تصفها الجهات الأمنية هنا في المدينة بالجهات المندسة، والتي قد تعمل على تحريف هذه التظاهرات عن سياقها الصحيح والطبيعي وإعلانها الترحيب بكافة المواطنين الذين يرغبون في القدوم من أجل تأمينهم وضمان إيصال صوتهم عبر هذه التظاهرات. ولكن حتى هذه اللحظة خلال تجولنا حتى قبل هذا الهواء لارا لم نلحظ أي استعدادات من أي شكل كان من أجل الاستعداد لخروج أي تظاهرة كانت في الساحات والميادين، على الأقل الرئيسية ربما فقط هي بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب المواطنين بضرورة الخروج حتى والتعبير عن رأيهم في هذا اليوم أسوة بباقي المدن الليبية. نعم. مؤسسات المجتمع المدني هنا في المدينة في ثاني أكبر المدن الليبية لارا ترى بأن بيانها بالأمس كان واضحا وصريح من أجل عدم التخريب أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، وأيضا المطالبة بنفس المطالب التي طالب بها الحراك سواء في طرابلس نتحدث أو حتى في جنوب ومناطق وسط البلاد، الكل يجمع على نفس وذات المطالب سواء المتعلقة برحيل المرتزقة كما ذكر زميل منير الآن، وأبرزه المطلب المعيشي المتعلق بتحسين الخدمات أو حتى بضرورة رحيل كافة الأجسام السياسية. هناك أمر فقط قبل أن يعني أن نخرج على الهواء بثواني، هناك يعني بيان مرتقب من قيادة الجيش ربما بعد أقل من نصف ساعة من الآن كما علمنا من مصادرنا الخاصة، سوف يتطرق هذا البيان للأوضاع التي حصلت في البلاد بصفة عامة بالأمس، ويعتبر هو أول رد فعل رسمي من قبل قيادة الجيش وقوات الجيش الليبي حيال تطورات الأوضاع الراهنة. وأيضا هناك مظاهرة خرجت في مدينة طبرق الليبية في ميدان الشهداء بالمدينة في عصر هذا اليوم لارا تندد وتشجب ما حصل بالأمس من بعض المتظاهرين والتعدي على مقر مجلس النواب. أما في باقي الوضع في باقي مدن ومناطق الشرق الليبي فتبدو الصورة هي انعكاس لما يجري ورائي الآن في عودة الحياة ويعني الروتين اليومي بشكل عادي وطبيعي. محمد، قلت أنه في يعني بعض الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من هي الجماعات التي تدعو؟ هل نحن نتحدث كذلك عن تيار باتريس أو هذا الموضوع أو هذه الجماعة لا تشمل بنغازي والشرق؟ نعم، هذا هو الاختلاف لارا ما بين ما يحصل هنا وما يحصل لدى زميل منير في العاصمة الليبية طرابلس. لا يوجد يعني حراك معين أو مسمى معين يقود هذا يعني هذا الحراك أو هذه التحركات والتظاهرات، هي فقط دعوات للالتحاق بركب هذه التظاهرات والاحتجاجات للتعبير عن يعني غضب الناس واحتقانهم من تردي الأوضاع المعيشية، ولكن لا يوجد جسم أو مسمى أو قيادة موحدة لهذا الحراك أو حتى يعني متحدث رسمي نستطيع التواصل من خلاله، كلها فقط دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات تدعو لهذه التظاهرات أو مواطنين يبدون استعدادهم للخروج. ولكن حتى هذه اللحظة الآن ننتظر أيضا ونراقب ما سوف تؤول إليه الأمور، خاصة بأنه حتى هذه اللحظة الآن الوضع يختلف عن ما هو في غرب البلاد. نعم. لأن هذا الوضع لدي هنا في شرق البلاد يتجه نحو الهدوء، أما في غرب البلاد فكما ذكر منير هو متجه إلى التصعيد أكثر منه إلى الهدوء. نحن سنتابع معك أصلا أي تطورات إضافية. شكرا لك حتى الآن محمد مسعود مراسل الحدث من بنغازي. وغدت الاحتجاجات التي عرفتها البلاد يوم أمس أظهرت مقاطع فيديو في العاصمة الليبية طرابلس طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التزود بالوقود والتي تأثر عملها بسبب أزمة الكهرباء، ووصلت الطوابير في بعض المحطات إلى 4 كيلومترات، كما بلغت مدة الانتظار حوالي 3 ساعات.
ولمناقشة هذا المشهد لا سيما بالعاصمة معنا من هناك ناجي مختار علي، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية. مساء الخير أستاذ ناجي، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. مشهد لافت من طرابلس ويتطور بسرعة كبيرة، عصيان مدني بحسب ما تعلن جماعة أو تيار باتريس، وفي محاولة لنصب خيام بميدان الشهداء إلى جانب استمرار حالة الاعتصام والمطالب. ماذا حصل؟ ما الذي تغير بالساعات الماضية حتى بتنا فجأة أمام هكذا مشهد بطرابلس؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بك وبمشاهديك. أهلا. المشهد ليس غريبا وكان متوقعا. تردي الخدمات وغياب السلطة الواحدة في الدولة هي عوامل تؤدي إلى هذه الحالة، ومطالب الناس كما ذكرتم في تقريركم متباينة، منها الخدمي والسياسي وأيضا الأمني العسكري، من خروج للمرتزقة ومن تحصيل الخدمات ومن الذهاب إلى انتخابات. هذه المطالب مطالب كبيرة وهي مهمة وحق أصيل للناس، لكن لا يوجد جسم واحد في دولة ليبيا يمكن أن يستجيب لهذه المطالب ويحققها. الانقسام في ليبيا انقسام حقيقي، انقسام سياسي، انقسام عسكري مدعوم إقليميا وأيضا دوليا وينعكس محليا. مطالب الناس كما أشرنا مشروعة ومتوقعة وتردي الخدمات، إذا لم يكن هناك أي جسم ظاهر يمكن أن يحققها فيه هو انقسام السلطة التنفيذية. نعم، ولكن يعني عدم وجود جسم يمكن بالفعل أن يحقق كامل المطالب للناس، يعني ألا يبرر وجود مطالب من الناس بحل كل هذه المؤسسات وهذه الأجسام والذهاب إلى جسم قادر فعليا على أن يكون مغيرا؟ حتى هذا الحل الذي يطالب به المتظاهرون لا يوجد جسم مخول بهذا الفعل. الأمم المتحدة هي الراعي للعملية السياسية في ليبيا، لا يوجد فيها يعني يوجد خلاف حقيقي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول المسألة الليبية، حتى تعيين مبعوث جديد يوجد خلاف حوله، وبالتالي لا توجد جهة سيادية محلية أو حتى يعني أممية تستطيع أن تلبي هذه المطالب. الذهاب إلى انتخابات مطلب حقيقي وتأجل أكثر من مرة، لكن لا توجد آلية واضحة للوصول إليه. طيب. المقترح الذي دعمته الأمم المتحدة فيما سبق هو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي فشلت في تقديم الخدمات وأيضا الوصول إلى انتخابات. نعم. الآن المشهد يحتاج إلى حكومة قادرة وإلى تعاون أممي أو ضغط أممي على الأجسام حتى يتم التوصل إلى اتفاق. حكومة سيدة بيبة لم تعد قادرة على إدارة حتى يعني الجغرافيا السياسية التي تتواجد فيها. حكومة السيد بشاغة ممنوعة من الدخول للعاصمة بسبب الاعتراض على التشكيلة، وبالتالي المشهد جدا معقد والمطالب كما أشارت شرعية، لكن لا توجد آلية واضحة لتحقيق هذه المطالب. طيب، يعني بنفس الوقت حاولت هذه الجماعات المتظاهرة أن تلتقي المجلس الرئاسي، ويعني تقريبا كما قلت حضرتك أنه لم يكن هناك أي استجابة لأي من المطالب. قالوا أنهم هم لا يمكنهم أن يقوموا بما يطلب، أي إعلان حالة الطوارئ وحل الأجسام السياسية والذهاب إلى انتخابات، ولكن بنفس الوقت مع من يمكن أن تتفاوض هذه الأطراف التي تتظاهر اليوم؟ يعني إذا لم يكن هناك جسم قادر على التنفيذ، ولكن أليس هناك أي جسم قادر على الاستماع للناس على الأقل؟ الانقسام السياسي في أي دولة ليبية هي بيئة خصبة لتردي الخدمات وإلى الانفلات الأمني وغياب سيادة الدولة. هذا الغياب يجعل حتى التظاهر لا يؤدي إلى نتيجة واضحة. المجلس الرئاسي الذي التقى به المتظاهرون هو جسم معطل عمليا، لم يمارس أي مهمة منذ اختياره في جنيف وتونس. ماذا عن المجلس الأعلى للدولة؟ مجلس النواب موجود في المنطقة الشرقية ولا سلطة، عفوا، مجلس النواب موجود في المنطقة الشرقية وليس له سلطة على المنطقة الغربية. المجلس الأعلى للدولة ليس لديه صلاحيات لا تشريعية ولا تنفيذية. التشريعية تأتي بعد أن يقرها مجلس النواب ويعرضها على مجلس الدولة للتوافق حولها. طيب.
البرلمان لا يستطيع التواجد في طرابلس. المنطقة الشرقية لا توجد فيها حكومة إلا قبل 4 أشهر حكومة السيد بشاغة، وهي لا تملك ميزانية ولا تملك الشرعية للعمل بشكل واضح. حكومة السيد دبيبة معطلة فنيا عن الأداء بسبب عدم وجود وزراء أكفاء في العمل، وأيضا غياب رؤية واضحة لهذه الحكومة لإدارة الدولة. وبالتالي هذا الانقسام يضر حتى بالتظاهرات. التظاهرات لن تجد جسم تتحاور معه وتوجه له المطالب حتى تحتج عليه. نعم. حكومة السيد دبيبة عمليا مسؤولة عن المنطقة الغربية ولكنها لا تعمل، والمنطقة الشرقية يوجد فيها البرلمان ولكن لا توجد فيه حكومة يمكن مطالبتها بتحقيق هذه المطالب. وبالتالي ضياع هذه الوحدة في القرار. نعم. وفي وجود جسم يمكن التوجه إليه ومساءلته ومطالبته بالحل يجعل من المشهد أكثر تعقيدا. نعم. المجتمع الدولي يستطيع أن يستجيب لهذه المطالب بأن يأتي بأفكار للوصول إلى انتخابات. كيف ينظم هذه الانتخابات ووفق أي وثيقة دستورية؟ هذه مسألة غير واضحة بعد، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة جاهزة بأي خطة لليبيا. شكرا جزيلا لك ضيفنا من طرابلس ناجي مختار علي، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية. ومعنا من بنغازي نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني ما زال المشهد ببنغازي اليوم هادئا، ويعني حتى بطبرق مظاهرة صغيرة تندد بما حصل بالمظاهرة بالأمس، ولكن بنفس الوقت وكأنه في حبس للأنفاس لما يمكن أن يحدث من مشهد جديد بليبيا بعد ما رأيناه ليلة أمس. هل فعلا تذهب الأمور باتجاه حركة عابرة للمناطق وعابرة للانقسام السياسي بليبيا الآن؟ نعم، في البداية مساء الخير لك أختي الكريمة وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن ما حدث ليلة أمس هو رسالة واضحة وقوية إلى كل المسؤولين وإلى كل من في المشهد من أجسام يعني انتهت شرعيتها تماما منذ أعوام ولا زالت تغتصب سلطة القرار في البلد، أجسام فاشلة وعاجزة عن تحقيق أي تقدم أو حل أي أزمة من الأزمات الحياتية الأمنية والمعيشية التي يتخبط فيها المواطن. إذا ما وصلت هذه الرسالة، إذن دون تلك ودون إبطاء على المعنيين بالأمر أن يبادروا إلى التغيير، أن يبادروا إلى تحسين الخدمات، أن يبادروا إلى تحقيق إرادة الناس والاستجابة لما طلبهم. أما إذا يعني استمروا في غيهم واستمروا في إهمالهم لكل مناحي حياة المواطنين، أعتقد أن الرسالة القادمة ستكون أقوى، وأعتقد أن الشباب عاقدين العزم على الاستمرار في هذه الاحتجاجات حتى إسقاط كافة الأجسام، وأعتقد هذا أمر طبيعي ما حصل يوم أمس وما سيحدث. نعم. بس يعني آسف على المقاطعة، ولكن اليوم أي جسم أي مؤسسة موجودة يمكنها فعلا أن تحقق المطالب كاملة. أستاذ ناجي قبل قليل يقول أنه ولا أي جسم موجود يمكنه أي يفعل. لا طيب يا أخي ما تنتهي. طيب يعني هو يتحدث ويقول بأن مجلس الدولة هذا الجسم الفاشل العاجز هو عبارة عن مؤتمر وطني الذي رفض أن يغادر المشهد. هو عبارة عن مؤتمر وطني مجلس الدولة، طالما لا صلاحيات لا تنفيذية ولا إذن لماذا بقائه في المشهد؟ لماذا لا يغادرون؟ لماذا لا يترك البلد في حالها؟ ولكن هم يعطلون وأفشلوا الانتخابات. ومجلس الدولة مختزل في شخص رئيسي الذي يتلقى الأوامر من خارج الحدود، ومجلس النواب مختزل في شخص رئيسي ويضرب عرض الحائط بالنواب ويتخذ القرارات ويعين ويسمي ويشرع بخلاف المجلس. هذه هي الحال. الليبيون خلاص سئموا من هذا الوضع، من هذا الفشل، من هذا الفساد، من هذا النهب لمقدراتهم. لا كهرباء ولا سيولة ولا بنزين ولا شيء، يعني الحياة ضنك، الحياة يعني كل يوم يزيد. يا إما يباشروا فورا ودون تأخير في معالجة إذا استطاعوا، وأنا أقول أنهم لن يستطيعوا لأنهم فاشلون، لأنهم عاجزون، لأن الحكومات اللي يشكلون حكومة محاصصات وترضيات ولا كفاءات فيها على الإطلاق قادرة على أن تحل المشاكل. إذن نحن أمام تصعيد لا أحد يعلم على وجه التحديد مداه. يعني بنغازي لم تتحرك حتى الآن ولكنها ترقب المشهد. بنغازي لديها العديد من الملاحظات، لديها العديد من النشاطات، لديها العديد، وهي تنبه وهي يعني تتحدث
مظاهرات صغيرة بالأمس ببنغازي كان زميلنا يتحدث عن مظاهرات صغيرة خرجت. نعم لا يا سيدتي، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه لا أمن ولا انتشار أمني يغني ولا يفيد. نعم. الذي يفيد هو التحرك، هو معالجة الأزمات الخانقة، هو عندما يتحرك المسؤول ليعالج مشكلة الكهرباء ومشكلة السيولة وتوحيد المؤسسات الاقتصادية في البلد. اللجنة العسكرية التي فشلت هي الأخرى في تحقيق أي تقدم عليها أن تتحرك حتى يستوعب غضب الناس، حتى يتفهم حاجة الناس. أما البيانات، مجرد بيانات تصدر من هنا هناك بأننا والله نتفهم حاجة الناس أو تقصير، لم يعد هناك تقصير، هناك يعني انعدام في الخدمات، وليس فقط تقصير. يعني أنت التقرير اللي حاضر في كل المدن الليبية، النفط والبنزين يهرب من قبل المسؤولين في الدولة للأسف الشديد، يهرب. نعم. ليبيا أصبحت مرتع لعصابات التهريب العابرة للحدود، كل مقدرات البلد تهرب. الكهرباء يعني يتم الاعتداء على محطات الكهرباء وسرقة الكوابل النحاس وإلى آخره، ولا أحد يحرك ساكن. لا وجود لمفهوم الدولة أنا ولا لرجال الدولة للأسف الشديد. ما المطروح؟ أقولها بمرارة. ما المطروح الآن؟ بس يعني قبل أن نتابع في الحوار مع حضرتك، نحن كانت واردتنا صور لا علاقة لها بليبيا، ولكن هي للاعتراض الإسرائيلي لمسيرة كانت تحلق أعتقد في المياه. الجيش الإسرائيلي إذن اعترض مسيرة، من بين هذه الصور هي لمسيرة واحدة، ولكن تم اعتراض 3 مسيرات بحسب ما أعلنت المصادر الإسرائيلية، التي أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، ويتهم حزب الله بدرجة أساسية بإطلاقها من لبنان. إذن هذه الصور نشرت من الجانب الإسرائيلي يتم تداولها لاعتراض المسيرة التي أطلقت من الأراضي اللبنانية من حزب الله بحسب المصادر باتجاه إسرائيل. المصادر العسكرية الإسرائيلية تقول أنه 3 مسيرات تم بالفعل إطلاقها وتم اعتراضها كذلك. ويعني كانت المعلومات الإسرائيلية قالت أنه هذه المسيرات لم تشكل خطر على الأمن الإسرائيلي. بالعودة إلى نقاشنا عن ليبيا، سيد عبد الحفيظ غوقة، كنت أسألك على موضوع يعني ما هو المطروح الآن من مخارج لهذه الأزمة، ويعني لا سيما أنه مثلا بعد حرق البرلمان بالأمس حكي عن إمكانية أن نسمع باستقالات. طيب ما هو أساسا البرلمان منقسم وفيه استقالات سابقة وفيه شرخ كبير، اليوم إذا حصلت استقالات بالبرلمان هل هذه هي نهاية البرلمان؟ ومنه نذهب إلى الأجسام الأخرى التي أيضا تطالب باستقالات. لا أختي الكريمة، بالنسبة للاستقالات يعني لا تتوقع أبدا ولا نتوقع استقالة أي مسؤول، لأن الجميع يرفض مغادرة مشهد. لماذا؟ لأن الوظيفة العامة في ليبيا للأسف الشديد هي ليست واجب، وإنما هي امتياز بالنسبة لمن يأتيها، هو يأتي للامتيازات. حتى التكالب على الانتخابات والتسجيل بالآلاف في انتخاب برلمان مثلا يتكون من 200 عضو، تجد المترشحين أكثر من 5000. هم لا، ليس الهدف هو خدمة الوطن وانتشاله من الأزمات، وإنما الحصول على امتيازات العضوية في مجلس النواب. والتكالب على الحكومة والتناحر الذي يحدث والصراع هو على الامتيازات. لماذا؟ لأن المسؤولين في ليبيا يرفلون في كل أنواع النعيم والخيرات والسيارات الفارهة والأرتال والاستراحات، والناس يعني يتكففون العيش، لا يجدون لقمة يومهم، وهذا وضع لن يستمر على الإطلاق. ولأنهم إذا لم يتدارك الأمر فالثورة ستكون عارمة. لماذا؟ لأن الغضب يستحيل إلى سخط، والسخط يستحيل إلى انتفاضة وإلى ثورة، والثورة للأسف الشديد فعل استثنائي شديد قد يعني يأكل الأخضر واليابس، وهذا ما لا نريده. ولذلك نحن نناشد كل من هو في سلطة القرار أن يتحرك على وجه السرعة، وأن لا يستكين ولا يقول والله هذه مظاهرة وانتهت. لا، هذا نار تضطرم تحت الرماد، تقوم في أي لحظة وفي أي مدينة ليبية، ولن تستثني أحد. فنحن لازلنا نناشد أن لمن لديه يعني ذرة من الوطنية ومن الإحساس بالمسؤولية أن يتحرك على وجه السرعة لتغيير هذا الواقع المأزوم البائس الذي يتخبط فيه الناس، حتى يخفف الضغط على عموم الناس، لأن الضغط وصل منتهى. يعني لا كهرباء ولا سيولة في المصارف ولا غاز ولا بنية ولا صحة ولا تعليم ولا أي شيء من البديهيات في الحياة التي توفرها أي حكومة. أما القول بأن والله أي حكومة ممكن تتحرك، لا، الحكومة الموجودة في طرابلس والتي لديها المليارات وتصرف مليارات عليها أن تتحرك، عليها أن تستجيب لمطالب الناس.
ولا يكتفي بأن يصدر بيان من رئيس الحكومة ويقول والله أنا أنضم إلى مطالب. كيف تنضم؟ أنت عليك أن تنفذ مطالب الناس وليس أن تنضم إلى الناس ومطالبهم. إذا تنضم أنت تطالب من أن يتحرك وأن يعالج المشكلات الحياتية والمعيشية التي يعني بالفعل الناس. أسئلة كثيرة ما زالت موجودة حيال هذا الوضع. نحن متابعون لحظة بلحظة لهذه التطورات، ولكن للأسف انتهى وقت المقابلة. أنا أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من بنغازي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوق. فاصل مشاهدينا، نتابع من بعده. الوسيط الأممي يلتقي حمدان دقلو في الجنينة. نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينا هين سلوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فرون من الجحيم، باحثون عن المجهول. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. من جديد، مظاهرات الخرطوم تتصاعد ولا يبدو أنها قد تتراجع. اليوم أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تسيير تظاهرات جديدة ظهر اليوم نحو القصر الرئاسي، وقد حددت التنسيقيات مشفى الجودة كنقطة تجمع للتظاهرات التي أطلقت عليها اسم مليونية 2 يوليو. من جانبها واصلت السلطات السودانية إغلاق 3 جسور وعدد من الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش في الخرطوم. أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرث بالمصالحات التي أنجزها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو المجلس الطاهر حجر والهادي إدريس بين المكونات القبلية بولاية غرب دارفور. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، دعا فيه بيرث المجتمعات المتصالحة إلى ضرورة التعاون فيما بينها والمساعدة في استتباب الأمن والعمل على ابتكار حلول مستدامة تحافظ على الاستقرار. كما أكد أن رئيس البعثة الأممية أن الأمم المتحدة ووكالاتها ستدرس خطة ولاية غرب دارفور حول عودة النازحين والتحديات التي تواجهها بهدف المساهمة والمساعدة في عودتهم عبر حلول مستدامة.
معنا من الخرطوم السنوسي كوكو الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني. مساء الخير سيد سنوسي، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. المشهد في الشارع ما زال تقريبا نفسه، استمرار التظاهرات حتى اليوم، ويعني البعض يقول أنه ربما تذهب إلى تظاهرات مفتوحة بدل من أن تكون تظاهرات تقرر بوقت قبل وقت وتكون منفصلة أو غير متزامنة مع بعضها. كيف تقرؤون هذه المشهدية اليوم بالشارع؟ بسم الله، باسم الوطن، أشكر قناة الحدث، أهلا بكم. أول حاجة يعني بتكلم عن مسألة المظاهرات دي، أول حاجة يعني نحن ندين العنف والعنف المفرط تجاه المتظاهرين والتظاهرات والتجمهر، ده حق مشروع يعني من خلاله يقدروا يقدموا مطالبهم وآمالهم وطموحاتهم المشروعة، لا يفرض انه يعني لا يفترض انه يعني يقابل بعنف او نحن الان يعني نترحم على شهداء الثوره السودانيه التراكميه، واترحم على شهداء ثوره ديسمبر المجيده، ونترحم على ابنائنا الذين سقطوا امس واول امس اول امس يعني. وده يعني نحن اول حاجه ضد العنف ضد المتظاهرين وضد المسألة دي تماما، إن وبعدين ما في جريمة ممكن تؤدي لأمر قبض فقط، خليه إنك أنت تمشي عشان تقتل زول، كلام خطأ، ونحن ضد المسألة دي. من الذي قتل المتظاهرين سيد ما حق التظاهر؟ يعني حتى الشرطة قالت أنها تحقق عنصر من الشرطة، من قتل المتظاهرين؟ أول حاجة نحن الآن عشان ما في طرف يعني الاتهامات تمشي على طرف وكذا، المسألة دي لازم تكون واضحة وفيها شفافية. المسألة دي أخذت وضع لابد من الوقوف عنده بصرامة تامة. يجب أول حاجة تكوين لجنة تحقيق مستغلة، وما زي لجان التحقيق كلها الآن لحد الآن ما جانا ولا تقرير فيها صحيح. أول حاجة الجاني في المسألة دي والمنفذ والأدى الأوامر لتنفيذ العمل ده كلهم لازم يقدموا لعدالة، وعدالة عاجلة الآن. طيب، لأنه لو نحن ما استخدمنا لجنة التحقيق شفاف والعدالة نغيمة تماما، المشهد ما حيقيف والاحتقان حيكون متزايد، ودي مسألة غير مقبولة ومرفوضة. طيب، تماما. يعني حضرتك حتى تقول أنه التحقيقات السابقة لم تصل إلى نتيجة أو لم تصل إلى نهاية خاتمة، لماذا برأيك لم تصل إلى ذلك؟ وما موقفكم أنتم في الحرية والتغيير بالتوافق الوطني إزاء هذا الموضوع الذي يتهم به الجانب العسكري أو حتى يعني السلطات القائمة اليوم التي أنتم متحالفون معها؟ أول حاجة نحن في الحرية والتغيير التوافق الوطني يعني هي نحن ما متحالفين مع العسكر، نحن عندنا كانت رؤية، الرؤية أفضت إلى المشهد الآن الموجود. نحن ما أول حاجة ما تحت أمر الجهة ولا بنشتغل مع جهة، نحن اتكلمنا كنا بنتكلم عن إزالة الأربعة الأحزاب اللي هي تمت على استحوذت على السلطة بالغط، وبدينا فيه نتحاور معها على أساس أنه نرجع لقاعدة التأسيس، نرجع للإصلاح، نرجع لتوسيع قاعدة المشاركة، لكن رفضوا صموا أذانهم. حتى كان رئيس الوزراء في وقت حمدوك يمكن قد يكون المصالح اتلاقت، لا يعني تلاقت المصالح، لكن نحن ضد الأربعة. ولما خلاص يعني المسألة وصلت انسداد في الحوار، ما عايزين يحاوروا، ما دارين، عايزين يتغطرسوا، عايزين يستحوذوا المسألة دي، ودارين يقصوا من يقصوا. طيب هم نحن هنا وقفنا في المشهد على كده كان المشهد، لكن نحن ما بنقيف مع حد ولا بندعم حد أصلا، يعني نحن بندعم غرار وموقف حقنا نحن كتنظيمات. أكثر من أكبر كتلة الآن سياسية موجودة في البلد أكثر من 16 تنظيم. ولكن أليس هذا تغير بالنبرة؟ يعني هل الشارع هو الذي أثر على تغير نبرتكم هذا؟ حضرتك تقول إنكم لا تدعمون أحد ولستم متحالفين أبداً أحد، فيما يعني حتى الشارع اتهمكم بذلك.
يعني التحالفات أختي العزيزة بتتم على العلن. نحن أساسا ضد، أنا قلت لك ضد الأربعة اللي استحوذوا ضد الانقلاب الأول تم أساسا على حكومة الثورة. ما في انقلاب تم، بس ذاك مدني على حكومة الثورة تم فيه الاستحواذ والغطرسة، ولما دعونا للحوار رفضوا الحوار، توسعت قاعدة المشاركة الإصلاح كله رفضوا. بعد ذاك نحن عملنا المشهد بتاعنا، عملنا مؤتمرنا الصحفي، عملنا مؤتمر قاعة الصداقة، ومنه عملنا الاعتصام. لكن ولا حد يدعمنا ولا بنيطمر بأوامر أحد ولا كده. وبعدين إذا بتفتكري أنه مثلا نحن بنيطمر أو بأوامر أو عندنا تحالفات مع العسكر، نحن لما نجينا نحن أصحاب سلام جوبا، نحن لما نجينا من جوبا لقيناهم هم العسكر في وئام تام، ما لقينا لقينا نفس المشهد اللي هم الحرية. بس يعني أنتم اليوم تدعمون مطالب الشارع، يعني تدعمون اليوم مطالب الشارع، أنتم مع الشارع فعليا اليوم؟ نحن ندعم مطالب الشارع أول حاجة بالانتقال المدني الديمقراطي. نعم. المدني الديمقراطي عبر أنت لما تقول الانتقال المدني الديمقراطي. نعم. هي ما مسألة هلامية، هي مسألة محددة عندها بروسيجر معين. يعني أنت عشان تعمل انتقال مدني ديمقراطي لابد من الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية هي تحكم اللي هي بيجيب، هي بيجيب المفوضيات اللي من ضمنها مفوضية الانتخابات، هي اللي بتعمل العدالة الانتقالية. نعم. هي اللي بتستكمل عملية السلام واتفاقية السلام. هي اللي بتأدي للمرحلة الثانية. لكن يعني نخفز من الحاجز ذا، وين وين يعني نحن الآن محتاجين عشان أنت. أنا للأسف يعني مضطرة لمقاطعتك لأنه انتهى وقت المقابلة، ولكن أشكرك سيد السنوسي كوكو الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير التوافق الوطني على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة من الخرطوم. ودائما من العاصمة السودانية، ولكن الآن مع ضيفنا نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني. مساء الخير سيد نور الدين، أهلا بك معنا في الأخبار ليلة على شاشة الحدث. يعني هل يذهب المشهد إلى اعتصام مفتوح وربما عصيان مدني بعد ما رأينا 3 أيام متتالية من التظاهرات، فيما قبل كنا نرى مواعيد محددة لهكذا تظاهرات؟ كل الخيارات مفتوحة أمام يعني جماهير الثورة، كل الخيارات يعني متاحة أمام الشعب السوداني. الشعب السوداني يخوض الآن معركة وجود، إما أن يكون في وطن حر ديمقراطي تقوده حكومة مدنية أو لا يكون. هذا هو خيار السودانيين الذي اختاروه منذ انقلاب 25 من أكتوبر. في سبيل ذلك نستخدم كل وسائل المقاومة السلمية واللاعنفية، وأعتقد يعني الحراك على مستوى الشوارع، الاعتصامات سواء المؤقتة أو المفتوحة، الإضراب والعصيان السياسي، المهم كل أدوات المقاومة السلمية هي خيارات مفتوحة بالنسبة لنا، نستخدمها في الوقت والمكان الذي نراه مناسبا. وعليه فإن كل ما يحدث في الخرطوم أو يحدث أو يمكن أن يحدث في خرطوم بحري أو غيرها من بقاع العاصمة أو غيرها من مدن وفرقان السودان هي خيارات متاحة بالنسبة لنا، سنستخدمها في التوقيت والمكان المناسب. يعني أليس هذا التوقيت والمكان المناسبين؟ طبعا يعني ما حدث يعني يوم الأمس الأول هو طبعا يعني كان يعني ممارسة بشعة، نعم هي معتادة، لكن يعني كالعادة يعني استمرت وتيرة العنف الممنهج تجاه الثوار تجاه التحركات السلمية. أعتقد سقوط 9 شهداء هذا أمر ليس بالهين، بالإضافة إلى يعني عدد من المصابين يعني كان كبيرا جدا للغاية، عدا حالات الاعتقال منها ما طبعا أطلق سراحه، لكن هناك عدد كبير جدا يعني يعني يصل إلى فوق 300 ما زالوا معتقلين وفي تعسف يعني من الأجهزة العدلية وتحديدا من قبل الشرطة ومن قبل النيابة العامة. المهم هي الأمر بالنسبة لنا هي طبعا ليست ردة فعل على ما قوبل أو وجه به أو موجهت به مليونية 30 من يونيو. نعم. هي بالنسبة لنا خطوط يعني أو خطط عمل يعني مدروسة
موسى، وكما ذكرت لك يعني نعم. نحن نختار المكان المناسب والزمان المناسب لكي نقوم بفعلنا طيب. الثوري. طيب سيد نور الدين، كيف تقرؤون زيارة فولكر بيرس إلى دارفور وإلى الجنينة تحديدا، ويعني الرسالة منها التي ركزت أكثر على موضوع دارفور وليس على ما يحصل؟ هل تعتبرون أنه في رسالة ضمنية هنا نقلت؟ طبعا الرجل من ضمن مهامه، من ضمن المهام الموكلة إليه، وطبعا دعم عمليات الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، وواحدة من المسائل المهمة التي تساعد في عملية الانتقال المدني الديمقراطي في السودان هي قضية السلام. طبعا نحن يعني توصلنا إلى سلام، لكن يعني هو كان سلام جزئي، وسلام يواجه بالكثير من التحديات، وسلام أطرافه لا أعتقد أنها تؤدي الواجبات الملقاة عليها بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان على الوجه الأكمل. طبعا هناك مسألة مهمة، واللي هي مسألة دعم العملية السياسية التي تشكل الأمم المتحدة نعم. أحد الأضلع الثلاثة نعم. فيها. فالرجل يحاول أن يدفع المشهد إلى الأمام، لكن أعتقد نعم. التحديات أمامه كثيرة جدا يعني للغاية. طيب. اتفاقية جوبا لسلام السودان لا تمضي على ما يرام نعم. العملية السياسية تواجه بكثير من التحديات، وأعتقد من الصعوبة بمكان أنت خصوصا بعد ما حدث في 30 من يونيو أن تنخرط فيها أي جهة ما، لأن كانت هناك اشتراطات نعم. إجرائية وموضوعية قبل الانضمام إليها. الآن الموقف يزداد تعقيدا بما تمارسه السلطة الانقلابية يعني من للأسف انتهى وقت الثوار وحق المناضلين السنة. انتهى وقت المقابلة، ولكن أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الخرطوم نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني. إلى أوكرانيا الآن، فالقوات هناك تقاتل إلى آخر رمق في مدينة ليسيتشانسك. اليوم قال الجيش الأوكراني أن معركة عنيفة تدور في هذه المدينة آخر معاقله في منطقة لوغانسك، نفيا أن تكون المدينة محاصرة. في المقابل أعلنت القوات الانفصالية محاصرة ليسيتشانسك وأكدت سيطرتها على جميع المرتفعات حول المدينة. في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني في إقليم دونباس ومنطقة ميكولايف بأسلحة عالية الدقة. وفي بيانها اليومي قالت الوزارة إن طيران روسي استهدف قاعدة عسكرية لأسلحة ومعدات أوكرانية في مصنع للجرارات في خاركيف. هذا وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الأوكرانية من أن روسيا قد تطلق صواريخ عالية الدقة ضد أهداف أوكرانية، فيما تواصل المجموعة البحرية الروسية القيام بمهمة منع الاتصالات البحرية لأوكرانيا. القصف المدفعي الروسي على مواقع قواتنا في المناطق الحدودية لمنطقتي سومي وتشيرنهيف خلف أضراراً لتعطيل أنظمة التحكم والاتصال لوحدات قوات الدفاع. يستخدم العدو مجمعات حربية لاسلكية إلكترونية في مناطق قرب حدود منطقة بيلغورد في اتجاه خاركيف لمنع تقدم القوات الأوكرانية، كما يشن العدو هجمات في اتجاه كوتشوبيفكا وديمنتييفكا. ولنفهم أكثر هذه التطورات معنا من كراماتورسك الصحفي محمد البابا. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بك معنا في أخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني بداية، ما يحصل بليسيتشانسك، الجيش الأوكراني ينفي أنه هناك حصار لهذه المنطقة، ولكن بنفس الوقت المصادر الروسية تقول أنه المنطقة بمرماها بشكل كامل. ما هي المعلومات الآتية يعني إلى الآن؟ لتوضيح الصورة، حتى هذه اللحظة داخل مدينة ليسيتشانسك بالكامل تحت سيطرة القوات الأوكرانية، هناك تقدم للقوات الروسية من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجنوبية لتلك المدينة في القرى الصغيرة بحوالي تلك المدينة، خاصة بعد سقوط مدينة سيفردونيس. القوات الروسية تتقدم، ولكن قبل 3 ساعات حتى الآن تدور اشتباكات، ويقوم الجيش الأوكراني باستهداف، يعني حتى هذه اللحظة الفيديوهات التي تصلنا هناك أكثر من 25 دبابة تم تدميرها بشكل كامل في محيط مدينة ليسيتشانسك وفي الأودية، لأن المرتفعات
تحت سيطرة القوات الأوكرانية، والأودية هناك آليات وتقدم للقوات الروسية، لكن ما تعتبره روسيا أن كامل المنطقة تحت نيران مدافعها، وهذا أمر واقع لأن الجيش الروسي قد نشر مدافعه الثقيلة ومنصات الصواريخ بعيدة المدى على في كل المنطقة. سيرجي هداي قبل ساعة من الآن وخلال مداخلة مع إحدى القنوات الأوكرانية قال أن داخل المدينة، داخل مدينة كريستشانك بالكامل تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ولكن هناك قصف عنيف جدا وتستهدف القوات الروسية ومدفعية الجيش الروسي الأبنية السكنية بشكل كامل، لذلك كان هناك محاولة لإجلاء مدنيين اليوم داخل المنطقة. وهل بإمكانهم الخروج منها طالما الهجوم من الشمال والشرق؟ يعني اليوم كان هناك محاولات، أنا كنت أذكر هذه الفكرة، كان هناك محاولات لإخراج بعض المدنيين، لكن بسبب القصف العنيف الذي تقوم به روسيا يعني الطريق الرئيسي بين ليسيتشانسك وبخموت يعيق عملية الإجلاء، وهذا ما يعتبره يعني حصار عسكري، حصار ناري كما يقوله الجيش الأوكراني لمنطقة ليسيتشانسك. طيب بالنسبة لأهمية هذه المنطقة، هل نحن نتحدث عن آخر معقل للقوات الأوكرانية بلوغانسك وبالتالي بدونباس إلى هذه الدرجة، أو ما زال في نقاط أخرى؟ في مقاطعة لوغانسك هذا آخر جيب للقوات الأوكرانية، هناك أكثر من 21 ألف هكتار تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ولكن حسب مجريات العمليات وحسب كثافة النيران، وكما قال سيرجي هداي يعني القوات الروسية تحاول اقتحام ليسيتشانسك بأعداد كبيرة وهائلة يفوق أكثر من 10 أضعاف من القوات الأوكرانية، الجانب الروسي قد حشد كل قوته للدخول والسيطرة على تلك المنطقة. أما مقاطعة أو قطاع دونباس بشكل كامل، لا يزال الجزء الأكبر من مقاطعة دونيسك تحت سيطرة القوات الأوكرانية، هناك كان محاولات خلال اليومين الفائتين للجيش الروسي التقدم من أزيوم باتجاه سلافيانسك، إلا أن القوات الأوكرانية تعاملت بشكل كبير مع هذه المنطقة وهي قد نصبت يعني خطوط دفاعية، لكن المجريات العسكرية تقول إن استمرت الأمر على ما هو عليه يعني خلال أسبوع أو أسبوعين ستكون مقاطعة لوغانسك بشكل كامل تحت سيطرة القوات الروسية، وذلك لأن الحشد الأوكراني يعني قليل وضعيف أمام قوة وحشد وضخامة الحشد الروسي. هذا ليس موجودا بدونيتسك ولهذا ما زال في سيطرة أوكرانية أكبر؟ بالفعل، لأن في منطقة دونيسك الثقل للقوات الأوكرانية، لأن معقل القيادات العسكرية والسكنات الكبيرة وحتى يعني منصات غراد التي منتشرة بشكل كبير في القطاع الجنوبي لمنطقة دونيسك، خاصة بين محور أدفييفكا وماريانكا أو أدفييفكا وهورديفكا، تلك المنطقة هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهناك الجيش الأوكراني استخدم تعزيزات يقوم بقصف مدفعي عنيف على منطقة دونيسك. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا من كراماتورسك الصحفي محمد البابا. يسعى سكان مدينة سيفيرودونيتسك المتضررون بشدة بعد حصار القوات الروسية للمدينة من أجل البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم في مدينة كان عدد سكانها في السابق 100,000 شخص. لا ماء ولا ضوء، المستقبل القريب مجهول، لا شيء يدعو للتفاؤل هنا. لسان حال من بقي من سكان مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، المدينة التي تشهد معالمها حالياً على شدة المعارك، تحاول البقاء على قيد الحياة. سيفيرودونيتسك ذات الأهمية الصناعية الكبيرة بالنسبة لأوكرانيا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والتي كانت تضج بالحياة بعدد سكان يناهز 100,000 شخص، تحولت اليوم إلى ما يشبه مدينة أشباح. الصمت يخيم على أحيائها وساحاتها. الحركة انحصرت لصالح الحرب. الأحلام هنا رسم لها سقف حدوده تأمين أقل متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وأدوية. نساء فقدن أحباءهن، ملامحهن تقول لنا الكثير عما حدث. كل ليلة تمثل تحدياً وليس هناك مكان نذهب إليه. بدأت حياتي أثناء الحرب، أريد فقط أن أرى أطفالي وأحفادي. روسيا التي سيطرت على المدينة بعد أسابيع من القتال العنيف، دفعت الجيش الأوكراني لسحب قواته من سيفيرودونيتسك كي لا يتكرر سيناريو حصار مدينة ماريوبول. أغلبية سكان المدينة هجروها، وقلة منهم يصرون على البقاء.
يحاولون العيش في مدينة لم تعد تتعرف على نفسها. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات الساعة الثانية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ماريوبيل، الميناء المحاصر. بعض الناس لم يجد أي طريقة للخروج من هذه المناطق المدمرة. ما يحدث حتى على الحدود البولندية؟ 2,057,114 دخل الأراضي البولندية. حتى الآن تم السيطرة على 50% من مدينة ماريوبيل. قبل أقل من ساعة من الآن حذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير، وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة؟ هل لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية؟ طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب. هذا هو الحصار، روسيا تحاصر المدن الكبرى. الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه اللحظة. روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية اسكندر. موضوع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات. إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين. نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة. بين مساء أمس على الساعة 6 صباحا إلى فجر اليوم الساعة 6 صباحا 60 حريقا في مختلف جهات البلاد. السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة، أولاً هل في أي إيضاحات من جانب الدولة حولها؟ ربما يكون تحذيراً لما يمكن أن تقدم عليه حالة النهضة في الأيام القادمة. الرئيس قيس سعيد قال لحوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة الطريق لاسترجاع المسار الثوري لأبناء الشعب التونسي. بعض الأصوات تعالت مجدداً وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة. هل بالنسبة إليك واضحة عناوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد، أم كما يصفها البعض بأنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروقة في تونس. كيف ستكون ملامح الدستور الجديد الآن؟ هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ سلسلة هجمات صاروخية قامت بها إيران مستهدفة أربيلة عاصمة إقليم كردستان العراق. ماذا يعني انسحاب الصدر من الحياة السياسية؟ اليوم التيار الصدري أثبت بأنه صاحب مشروع وليس طالب للسلطة. هل انسحاب كتلة الصدرية انسحاب نهائي أم انسحاب تكتيكي؟ هل رجل مثل الصدر إذا تلقى تهديد من طهران ممكن ينسحب بهذه الطريقة؟ المد الصدري منذ ذاك الوقت معروف أنه لا يستكين لا للسلطات ولا للأطراف الخارجية ومنها إيران. هل حسم الديمقراطي الكردستاني قراره فيما يتعلق بالتحالفات في البرلمان؟ المشكلة ليست فقط في البيت الشيعي، المشكلة هي مركبة أيضا في داخل البيت الكردي. تصعيد من قبل مسعود برزاني على أن الإقليم بني بالدم وسيحميه بالدم، هذا التصريح رفع سقف التخوفات كثيرا. إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التصريح عند هذا الحد من التخوف؟ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلط الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة. هناك إملاءات النظام الإيراني. حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. ثلاث مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة شبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاصمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها
من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. فجأة ليبيا إلى احتقان أعقد، طوابير بنزين وترقب ليلة احتجاجية. من وراء مظاهرات قلبت المشهد؟ مظاهرات السودان في منحى تصعيدي، والأمم المتحدة تبحث حواراً فقدت معالمه. بعد قرابة الأسبوع من الجدل، اتحاد الشغل التونسي يفشل في التوافق بشأن الاستفتاء والحرية لمناضله. هل حوصرت المدينة؟ معارك عنيفة في ليسيتشانسك، كييف تقاتل حتى آخر رمق. بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الأخبار الليلة، التي قبل أن ندخل في ملفاتها نبدأ من الأخبار التي نشرناها قبل قليل عن الجيش الإسرائيلي، حيث كشف النقاب عن اعتراض طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية لثلاث طائرات مسيرة وصفت بالمعادية كانت تتجه نحو منصة كريش للغاز. بيان الجيش أشار إلى أن المسيرات اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل، مبينا أنه تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد، حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية. التحقيقات الأولية أوضحت أن المسيرات لم تشكل تهديدا حقيقيا طيلة مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر المتوسط. للمزيد من التفاصيل معنا من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. مساء الخير غنوة، الجانب الإسرائيلي كان قد نشر هذه التفاصيل، ولكن ماذا عن الجانب اللبناني إلى الآن؟ الآن من الجانب اللبناني حاولنا التواصل مع اليونيفيل، اليونيفيل لا تزال تستجمع بعض المعلومات حول هذه الحادثة، ولكنها بالطبع هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مسيرات على البحر على منصة غاز إسرائيلية. بعض المصادر الأمنية تحدثت بأنه هناك انتشار لحزب الله تقريبا منذ شهر، انتشار كثيف في بعض القرى الجنوبية، مع عودة الكلام عن حقل كريش وعن عودة المفاوضات. طبعا يعني هذا أيضا هذه الحادثة أتت بعد كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن أنه أن حزب الله لن يقف مكتوف اليدين في حال بدأ أعمال التنقيب في المناطق المتنازع عليها. كل هذه الأحداث يعني تأتي، يعني كان هناك تخوفات أمنية في الشهر الماضي والأسابيع الماضية من أن تؤدي موضوع وصول الباخرة إلى حقل كريش وإلى المناطق التي يقول لبنان أنها مناطق متنازع عليها، كان من هنا يعني هناك تخوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى اهتزازات أمنية، ولكن بعض المتابعين الأمنيين والخبراء يقولون بأنه طالما أن إسرائيل وصفت هذه المسيرات بأنها لا تحمل تهديد أمني، فهذا لا يعني أن الأمور لا تزال
حتى الآن تحت السيطرة. بالفعل غنوة، يعني كما تقولين كانت الفترة الماضية هي فترة توتر بعد وصول السفينة، ولكن بنفس الوقت كان في زيارة لهوكشتاين ونقل الجواب اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي. ما هي التطورات في هذا الإطار بإطار المشاورات التي حصلت والحوار غير المباشر الجاري إلى الآن؟ يعني حمل هوكشتاين الإجابة اللبنانية وهو بانتظار، واليوم نحن لبنان بانتظار أن يأتي أيضا الرد من هوكشتاين على الزيارة الأخيرة في حال كانت هذه المفاوضات ستعود. ولكن بالطبع يعني الأمر الذي كان قد تحدث عنه كثير من الخبراء والذي بات معلوما للكثيرين بأن الموقف اللبناني كان غير واضح منذ البداية، خاصة حول الخط 29 والخلاف على الخط 23. الخبراء العسكريين خاصة من كانوا على خط التفاوض، يعني حتى الآن بعضهم يرفض الحديث إعلاميا الذي كان قد توقف عن المفاوضات الأخيرة، يعني يرى بأن الجانب اللبناني كان لديه موقف ضعيف جدا. رسميا لم تتخذ القرارات التي كان يجب أن تتخذ وأن ترفع للأمم المتحدة شكوى حقيقية بشأن الخط 29. وهناك أيضا من يطالب الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية بأن يكون لها موقف واضح. لماذا هناك رفض لخط يقول الخبراء، يجمع الخبراء في لبنان على أنه من حق لبنان؟ طبعا هذا الموضوع، كان هناك أيضا حديث عن موضوع تعديل الدستور الذي لم يعدل حتى الآن من قبل رئاسة الجمهورية بعد أن وافقت عليه الحكومة. هناك علامات استفهام حول ما الذي يمنع، يعني البعض تحدث عن أن هناك ربما لرئاسة الجمهورية بعض التمنيات الشخصية إن كان برفع العقوبات عن صغر رئيس الجمهورية الوزير السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. ولكن أيضا هناك من يقول بأنه في حال طالب لبنان رسميا بالخط 29، هذا الأمر يعني بأن أمريكا الولايات المتحدة ستسحب يدها من المفاوضات، وهذا الأمر لا يناسب الجانب اللبناني لأنه بالطبع لا يعترف بإسرائيل كدولة، وهذا يعني بأن المفاوضات ستنتهي. يعني من ناحية ثانية غنوة، قلت أنه يعني حتى ساعة ما في أي بيانات رسمية لبنانية، ولا أعتقد حتى في من حزب الله، بس بنفس الوقت هل في أي ردود فعل أولية رصدت إلى الآن حول فعلا إطلاق 3 مسيرات، يعني لا سيما مع ربطها بتهديدات زعيم ميليشيا حزب الله بوقت سابق؟ هل في يعني ردود فعل أو أي كلام يذهب باتجاه سواء من جانب مؤيدي الحزب باتجاه تصعيدي أو من جانب آخر معارضيه باتجاه ثاني؟ يعني طبعا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي هي تكون الرد الفعل الأولي على أي حادثة. بالطبع يعني هناك من بالنسبة لي الجمهور حزب الله هم يتبهون بأن حزب الله يعني في حال كان قد أطلق هذه المسيرات كما يقول الجانب الإسرائيلي هم يتبهون بهذا الأمر. ومن الجهة الأخرى هناك من يرفض أن يكون حزب الله هو من يقوم بأي رد فعل حول موضوع ما يحدث التنقيب عن النفط في المناطق المتنازع عليها، خاصة وأن المفاوضات حتى الآن لم تنتهي وبأن الدولة اللبنانية لا تزال بانتظار الجواب. يعني بنفس الوقت قلتي كذلك نقطة لافتة أنه كان في مخاوف لبنانية من أي جولة تصعيد اليوم بين لبنان وإسرائيل، كان في تحذيرات يعني تبعناها كلنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي. إلى أي مدى فعلا ما زالت المخاوف اللبنانية موجودة من إمكانية أن يكون هناك حرب كما كنا دائما يعني نتخوف بكل فصل صيف بكل عام؟ يعني بالطبع هناك مخاوف في حال أقدم على حزب الله على أي خطوة، ولكن أيضا يعني وضع لبنان اليوم هو وضع اقتصاديا ضعيف جدا، هش جدا، هناك مشاكل معيشية، هناك أزمة اقتصادية هي من الأقوى عالميا. لذلك في حال حدوث أي حرب يقول خبراء بأنه يعني لن يكون هناك إمكانية لإعادة أعمار أو لمساعدة المتضررين. نعم. لذلك من المستبعد أن يتخذ حزب الله أي خطوة بحسب خبراء إلا في حال كان هناك
يعني طلب إيراني أو إعزاز إيراني مباشر في هذا الاتجاه. سنتابع. بالنسبة لبعض الخبراء هم يكونون بالنسبة لإسرائيل بأن لبنان هو كالجثة المتهالكة، فأيضا يعني ما نفع أن تكون هناك حرب ولبنان وضعه بهذا السوء. سنتابع معك أي تفاصيل إضافية غنوة، شكرا لك حتى الساعة. مراسلة الحدث من بيروت غنوة ياتين. نذهب إلى ضيفنا من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحيم. سيد يوني مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني ثلاث مسيرات أطلقت، وتحديدا بحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها باتجاه حقل كاريش، وهو الحقل الذي حذر بوقت سابق زعيم ميليشيا حزب الله من أنه قد يستهدف بحال استكملت أعمال التنقيب، يعني بما فهم من كلامه. هل تعتقدون أولا أنه فعلا حزب الله ينفذ تهديده الآن إذا يعني ما فعلا أكد إطلاق هذه المسيرات؟ هو حزب الله يحاول عرض العضلات وتخويف إسرائيل قبيل زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة، ولكن علينا أن نذكر بأن هذه المسيرات لم تكن مسلحة، هي كانت مسيرات استطلاعية لالتكات المعلومات فقط، وكان هناك حسب التقديرات الإسرائيلية شبه تحذير لإسرائيل. ولكن أنا أعتقد بأن إسرائيل لا تخاف من هذه التهديدات، كما جاء مساء اليوم في أول خطاب للرئيس الحكومة الجديد يائير لابيد، الذي تكلم بصورة عامة ولكن حذر كل من إيران ولبنان وكل من يريد أن يستفز إسرائيل أمنيا بأن إسرائيل سترد بالقوة على هاي التهديد من قبل أولئك العناصر. ولذلك أنا أعتقد بأن إسرائيل اليوم ضربت حزب الله مرتين، المرة الأولى بالقصف الجوي الذي كان في سوريا، تم تدمير سلاح لحزب الله. نعم. والضربة الثانية هي إسقاط هذه المسيرات من قبل الجيش الإسرائيلي، وحزب الله تلقى ضربتين اليوم. بس يعني عندما تقول إسرائيل أنه هذه المسيرات لا تشكل خطر عليها كونها اعترضتها بالمياه، ولكن يعني هل هذه هي رسالة لتقول أنها لن تذهب إلى تصعيد أو إلى رد على عمليات مماثلة، أو أنها يعني تقول أمرا آخر بهذه الفترة؟ الوضع هو واضح جدا، التقديرات في إسرائيل، أنا حسن نصرالله يفهم الوضع تماما، وهو لا يتجرأ أن يجور لبنان إلى حرب مع إسرائيل أو يقوم بتصعيد الأمور الأمنية، لأن إسرائيل ستضرب، وهذا ليس جديد، هذه كل الحكومات الإسرائيلية منذ الحرب الأخيرة في لبنان كانت تقول بأن أي حرب جديد مع لبنان سيؤدي إلى تدمير البنية المدنية التحتية في لبنان، وسيرجع لبنان إلى عهد الحجر. ولذلك هو يعلم قوة إسرائيل السيد حسن نصرالله، وإسرائيل هي اليوم في مرحلة جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة لإقامة تخالف عسكري للدفاع من هجمات من الجو عن طريق الصواريخ الباليستية والمسيرات. واليوم رأينا أن الجيش الإسرائيلي هو قوي جدا، وهو أسقط هذه مسيرات لحزب الله بدون أي تعاون مع أي عنصر أجنبي. وهذا يدل على قوة إسرائيل وقدرة إسرائيل، ولذلك أنا أعتقد بأن ما حدث اليوم هو سيأتي إشارة إيجابية لكل الدول العربية التي مهددة من قبل إيران وحزب الله الانضمام إلى هذا التخالف مع إسرائيل وبمساندة الولايات المتحدة.
طيب سيد يوني، بس بالعودة إلى التطورات العسكرية، هل نحن أمام يعني قواعد اشتباك واضحة المعالم اليوم، أنه محاولات استفزازية صغيرة من جانب حزب الله على غرار المسيرات، وفي المقابل إسرائيل ترد فقط بسوريا بغارات داخل سوريا؟ أنا أعتقد بأن كما قلت كانت هناك إشارة تحذير من حزب الله في محاولة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة في المفاوضات حول حقل الغاز. هذه ليس إلا محاولة لممارسة الضغط، ولكن الغد الإسرائيلي سيكون أيضا في لبنان. إذا مثلا كانت هذه المسيرات مسلحة وضربت منصة كريش في البحر، كان هناك الغد العسكري الإسرائيلي مباشر على لبنان، وحزب الله يعلم ذلك، ولذلك هو امتنع أن إرسال هذه المسيرات مسلحة، لأنه يعلم ماذا سيكون الغد الإسرائيلي. طيب يعني بالنسبة للتطورات السياسية الموجودة، حضرتك ربطت طبعا مع زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة وإلى إسرائيل بشكل خاص، يعني ما الذي يمكن أن يكون موجود اليوم من تفاهمات تحت طاولة بين الولايات المتحدة وإيران، وأي يعني سيناريو قد يكون مطروحا؟ هنا أسأل على المعطيات الإسرائيلية الموجودة تجاه أي إمكانية لتفاهمات أمريكية إيرانية قد تكون حاضرة بهذه الفترة؟ أول شيء نقطة مهمة، التقديرات في إسرائيل، التقديرات الأمنية بأن إيران والمنظمات الموالية لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ستحاول تسعيد الأوضاع قبيل زيارة بايدن إلى المنطقة، وأيضا استغلال فترة الانتخابات في إسرائيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الرئيس بايدن يأتي إلى إسرائيل لتنسيق المواقف مع الحكومة الجديدة برئاسة يائير لبيد فيما يتعلق باتفاقية النووي مع إيران. نعم. ومن ثم بعد الزيارة من المتوقع أن تستأنف المفاوضات في قطر أو في فيينا. بعد التنسيق الأمريكي الإسرائيلي سيكون هناك موقف موحد بالنسبة لهذه الاتفاقية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحي. نذهب إلى فاصل ومن بعده نتابع. تيار بلتريس الذي قاد احتجاجات طرابلس أمس يعلن عصيانا مدنيا. فعلا هناك يعني معارك ساخنة. جونسون قال إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا في الحرب، وأعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة. هل عمليا يلعب بوتين بورقة اللاجئين؟ مذيع روسي مخضرم يهدد بمسح بريطانيا من الوجود. هل يمكن لمذيع أن يعني يتحدث بذلك هيك من رأسه من دون أن يكون هناك توجيهات له؟ بهذه القرية قامت بتفجير السد الذي يحجز المياه من بحر كييف، وذلك منع تقدم الدبابات الروسية والجيش. من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم فرض عقوبات على روسيا وتجيز عقوبات على مبيعات النفط الروسية. ما حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق الآن بالاقتصاد الروسي؟ كوليبا أضاف في مقابلة مع الحدث أنه دون حظر الطاقة الروسية ستستمر موسكو في آلة الحرب القاتلة. القوات ينصرحوننا بالهروب.
حيث أن العربية والحلبية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلاً. أهلا بكم من جديد. المشهد في ليبيا ما زال ملبدا، حيث أعلن تيار باتريس الشباب في ليبيا الذي قاد احتجاجات أمس في طرابلس أعلن التصعيد والدخول في حالة عصيان مدني. وقال التيار إن التصعيد سيستمر إلى غاية خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، إضافة إلى حل الأجسام السياسية. مراسل الحدث أفاد بأن أعضاء تيار باتريس يتجهزون للتنقل داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ونصب الخيام هناك. محتجون تبعدهم المسافات وتقربهم القضية ملأت أصواتهم شوارع مدن ليبية عدة. غدا انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين دون التوصل إلى اتفاق، مطالب أساسية خرجوا بها للشارع الليبي تحت شعارات لا للتناحر السياسي ولا لضنك العيش ولرفض المرتزقة والفصائل المسلحة واتهامات للمسؤولين بالخيانة وسرقة المال العام. رقعة التظاهرات في ليبيا اتسعت لتشمل العاصمة وعدداً من المدن الرئيسية، ففي طبرق اقتحم متظاهرون غاضبون مقر البرلمان وأشعلوا النيران داخله وحرقوا وثائق رسمية تنديداً بأوضاع البلاد والمطالبة بحل الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات. وفي أكبر تظاهرة تشهدها العاصمة طرابلس منذ سنوات أغلق محتجون عدداً من الأحياء الشعبية بالإطارات المحترقة واقتحموا عدداً من المقرات الحكومية. أما مدينة الزاوية فشهدت إقدام غاضبين بحرق مقر المجلس البلدي للمدينة تحت المطالب ذاتها. في بنغازي وفي ساحة الكيش أحرق محتجون صوراً لعدد من المسؤولين الليبيين البارزين. انضمت لاحقاً لتلك التظاهرات مدن أخرى مصراتة والبيضة، فيما تواصلت ليلاً في أجدابيا ومسلاتة وبدر وسلوك. في أجدابيا أعلن أهالي المدينة رفضهم استخدام التخريب والعنف بالتظاهرات، وأكدوا وقوفهم لجانب الجيش الليبي مشددين وقوفهم بوجه من يتطاول على القوات الأمنية والشرطة. ووسط اشتعال المشهد على الأرض، المجلس الرئاسي من جانبه أصدر بياناً أكد فيه أنه لن يخيب أمال وإرادة الشعب بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائمين. ومن جانب آخر أكد مجلس النواب الليبي على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن حجم المعاناة التي يعيشونها، إلا أنه دان قيام البعض بأعمال التخريب وحرق مقار الدولة باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون. حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها سارعت في إصدار تعليق على الاحتجاجات، حيث أعلن الدبيبة دعمه للمتظاهرين وموافقته على مطالبهم، مؤكداً أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا. روان حمزة، الحدث. غدات الاحتجاجات التي عرفتها البلاد يوم أمس أظهرت مقاطع فيديو من العاصمة الليبية طرابلس طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التزود بالوقود والتي تأثر عملها بسبب أزمة الكهرباء، ووصلت الطوابير في بعض المحطات إلى 4 كيلومترات، كما بلغت مدة الانتظار حوالي 3 ساعات. ومعنا من القاهرة لمناقشة كل هذه التطورات المحلل السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم. سيد إبراهيم مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. يعني هل البلاد تذهب نحو مشهد جديد اليوم من التظاهر ومن العصيان المدني بالفعل؟ مرحبا بك يا را. حقيقة ما يحدث اليوم من التظاهرات التي تتدحرج ككرة الثلج وتكبر وتزداد بشكل سريع في كل المدن الليبية ستصل في النهاية إلى واقع جديد لا يمكن للأطراف السياسية والسلطات الموجودة اليوم تتعامل معه. فعليا أن الأمر أصبح ينفلت في ليبيا، وهذا صراحة يعطي مؤشرات كثيرة. الأول بأن السلطات السياسية لا يبدو أنها تتعامل بجدية مع هذه مع التظاهرات بالحجم الحقيقي لها، ويبدو لي أن هناك سوء تقدير
للتعامل مع هذه التظاهرات ومع هذه المطالب والاحتجاجات على مستويين، على المستوى السياسي الذي تطالب أو تظاهرات أو جزء الشعارات التي تطالب بضرورة التسجيل الشرعية للسلطات الموجودة، أو الجزء له علاقة بالمطالب المعيشية من بين عودة الكهرباء وتحسين الكهرباء، الابتعاد عن فكرة رفع الدعم، تحسين الظروف المعيشية بشكل عام صراحة. فهي مطالب مختلطة فيما بينها، ويبدو لي أن السلطات غير قادرة على استيعاب هذه المسألة. هذا من جانب. من جانب آخر يبدو لي أنه أيضا هذه رسالة واضحة جدا، أنه من يريد التغيير في ليبيا فليس بحاجة أن يستخدم العنف والقوة لفرض واقع جديد، ربما فقط لتحريك المجموعات أو الاستجابة أو التعاطي مع المجتمع المدني والشارع والحراك المدني هو ما يستطيع أن يجعل أو يخلق تغيير حقيقي في المشهد في ليبيا. على كل أن يبدو لي اليوم أن وصلنا إلى واقع أو إلى نتيجة حقيقية وصادمة ربما للجميع، بأنه ربما الخيارات الموجودة اليوم أمام الشارع وأمام كل الليبيين وأمام الحل أو معالجة الإشكالية أو الاختناق أو الانسداد السياسي الحاصل حاليا فيما بين حكومتين وفشل مجلسي النواب والدولة والسلطة التشريعية في الوصول للحل، وضعف إرادة وقدرة المجلس الرئاسي في أن يفرض مراسيم أو يفرض دورة فعليا الآن في ذهاب إلى وضع مراسيم رئاسية لإصدار قوانين الانتخابات أو فرض حالة الطوارئ، هذا يجعلنا نفكر خارج الصندوق. لذا لم نستغرب خلال الساعات الماضية عندما ظهر لاعب جديد على المشهد، وهو الأمير سمو الأمير محمد حسن السنوسي أو محمد حسن رضا السنوسي ولي عهد المملكة الليبية، الذي ظهر لأول مرة في لقاء رسمي عندما التقى بسفير القطري لدى جمهورية تركيا أو جمهورية تركيا الشيخ محمد بن ناصر الثاني، وهذا أول لقاء رسمي للأمير محمد حسن رضا. إذن هناك لاعبي جدد الآن. هل يعني تظاهرات إضافة لسيف الإسلام، هل يمكن أن يكون هو وراء التظاهرات يعني برأيك؟ لا، بكل تأكيد لا، لكنه أحد الخيارات أو أحد الحلول خارج الصندوق، لأنه ربما يعني الدول التي تعيش أو نظام السياسي فيها ملكية أو ملكية دستورية تعيش حالة من الاستقرار مقارنة بالدول التي فيها النظام الحكم فيها برلماني أو مختلط كما هو الحال في ليبيا. طيب يعني هكذا لقاءات سيد إبراهيم، هذه الأنظمة السياسية صراحة نعم هكذا لقاءات تحضر بأوقات سابقة، يعني هل تعتقد أنه في رابط بين ما حصل بالشارع وظهور السيد سنوسي بهذا التوقيت بالذات؟ ربما هي ليس خطاب للشارع، ربما خطاب للمجتمع الدولي الذي يرى أنه يحتاج اليوم إلى رأس للسلطة في ليبيا حتى يتعامل معه بشكل مباشر، إما رئيس أو شبه رئيس، يعني إما رئيس أو ملك لهذه الدولة حتى يتعامل معه. هذا واقع يجب أن ندركه تماما. طيب، أن في المجتمع الدولي يريد في ليبيا شخص واحد ليتفاوض معه. مجلس النواب الليبي برئاسة السيد عقيلة صالح قدم نموذج سيء لبرلمان 200 شخصية تتعامل مع الكل، كل واحد يعني انقسامات الموجودة داخل البرلمان انعكست على أداء سيء على كل المستويات، لذا يرغبون في أن يكون هناك الآن. طيب، الأمير محمد حسن رضا ربما أحد البدائل الموجودة في أمام. طيب بالنسبة للشارع سيد إبراهيم، للذهاب لمعالجة مشكلة الرئاسة دائما، يعني هل يحتاج الشارع إلى قيادة واحدة الآن بهذه المرحلة للذهاب إلى فعليا إمكانيات التغيير، أو يعني ما شهدناه من مظاهرات بشكل متعدد وبدعوات من مواقع التواصل الاجتماعي ستكون كافية لإيصال رسالة ما؟ إلى الآن التظاهرات في الشارع الليبي تظاهرات انفعالية عفوية غير منظمة في إطار مشروع سياسي واضح، حتى وإن كانت يعني هناك تيار بتريس وهو أحد المشاركين وليس هو من يقود الشارع فعليا، لكن أحد المشاركين وهناك طرف سياسي تحاول التفاوض معه. مثلا على سبيل المثال لقاء اليوم بالمجلس الرئاسي وموقف هذا التيار، أنه صراحة لقاء لمدة 3 ساعات مع المجلس الرئاسي انتهى بأنه المجلس الرئاسي غير مقنع، ليس لديه الأدوات، ليس لديه القدرة، لذا الحل في أن نستمر في حالة الإضراب أو العصيان أو التواجد في الشارع والضغط من خلال التظاهر على كل المؤسسات بما في ذلك المجلس الرئاسي في الذهاب إلى الانتخابات، وأنه لا يمكن التعويل الآن على المجلس الرئاسي على قلب الصيغة التي قالها المنسقو حراك البتريس. الآن الشارع لا يملك قيادة، لا يوجد بوصلة واضحة للمخرج، لا يوجد خارطة طريق سياسية يمكن الاتفاق عليها ما بين الشارع. إلى حد الآن ما زالت الكرة في ملعب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد المنفي ودبيبة وفتحي بشاغة في أن يجدوا حل فيما بينهم. حتى هذه اللحظة ما زال هناك فرصة لهم
لأن يعني يستجيبوا لهذه المطالب التي وحدت الغليان الموجودة. كيف بأي طريقة؟ ربما هذا لن نتجاوز هذا الأسبوع قبل أن نصل إلى حالة أنهم لن لا يمكن التعويل عليهم، وعلينا أن نفكر في حلول تتجاوز كل هذه المسلسة. يعني أن يستقيلوا كلهم، أن ينسحبوا كلهم سيد إبراهيم من المشهد مثلا؟ سيكون من الواجب أن نتعامل مع واقع لا يوجد فيه هذه السلطات إذا ما وصلنا إلى نهاية الأسبوع دون ما تقديم على الأقل رسائل طمأنة للعموم الليبيين. فتح النفط، إصلاحات على مستوى المعيشة بشكل جاد، تقدمات على مستوى التفاوض في مسألة القاعدة الدستورية، من التنازلات، يقدم ذلك التلويح بأنه أن سيتم، يعني هل يمكن لحكومة بشغة أن تقدم ذلك لأهالي طرابلس؟ هل يمكن لسيد بيبا أن يقدم ذلك لأهالي بنغازي؟ كيف يمكن أن تقدم هذه الأمور؟ يفترض هذه السلطة التنفيذية أصلا يعني مهامها على مستوى السياسي عقيلة صالح خالد المشري هم يتبنوا أو يتحملوا المسؤولية السياسية. نعم. بما في ذلك عملية التلويح أو الحديث الآن بشكل واضح عن استقالة جماعية ربما أو تجميد دور مجلس النواب والدولة، وأن يكتفي دورهم الآن في هذه المرحلة فقط بالذهاب إلى القواعد أو لوضع قواعد دستورية، هذه إلى حد ما قد تشعر الشارع الليبي بأن هناك استجابة لهذه المطالب. ألم على المستوى المعيشي، على مستوى المعيشي، الإصلاحات المعيشية اللي نحتاجها اليوم بما في ذلك مسألة إعادة ضخ النفط، لأن يعني مثلا زادت الطين بلة. نعم. إغلاق النفط اليوم، الشركة الكهرباء الذي تأثر بشكل كبير، أو ملف الكهرباء، محطات الكهرباء التي بدأت تخرج من الخدمة بسبب إغلاق النفط، السيولة النقدية الغير موجودة، هذه مسؤولية الحكومات. هنا نتحدث ما بين الدبيبة وفتحي بشاغة، وإن كان حكومة فتحي بشاغة ما زالت حتى الآن لم تحصل على موارد مالية، لكن هي أيضا تتحمل جزء من المسؤولية. على الرجلين أن يصلوا إلى حل فيما بينهم قبل أن يتدخل الشارع ويزيح الجميع. نعم، هناك فكرة واضحة الآن في تشكيل حكومة مصغرة من 15 شخصية ليبية، ربما تكون من خلال المجلس الرئاسي، ربما هو من يشكل هذه الحكومة، فتلغي بشاغة ودبيبة معا. إذن هناك خيارات حقيقية الآن في تجاوز الأسماء، أو الكل يسعى لإلغاء الآخر. الصراع في السياسي في ليبيا لم يصل إلى الحالة الصفرية، ولكنه قابل لأن يذهب إلى حالة صفرية، وأن تبقى أو تبدأ الأسام في إلغاء الأخرى في محاولة طمأنة الشارع. الكل سيحاول يشتري ود الشارع الآن، لكن من خلال تقديم التنازلات حقيقية في هذه المرحلة. بس على ما يبدو أنه في لدينا صور الآن عودة التظاهرات إلى الشارع، على ما يبدو نحن ننقل هذه الصور التي يتم تداولها تحديدا من مدينة القرى التي هي موجودة بين مصراتة وطرابلس. هذه الصور وردتنا قبل لحظات من الآن، نحاول يعني أيضا التأكد من المنطقة بشكل حاسم، وكذلك أيضا ربما التوصل إلى مزيد من الصور لهذه المظاهرات. طبعا تهدف هذه التظاهرة كما نرى في هذه الصور إلى إغلاق هذه الطريق الرابطة بين مصراتة وطرابلس. طبعا هذا المشهد كنا قد رأيناه كذلك بالأمس بعدة مدن ليبية أساسية، بدأت رأيناها في طرابلس، رأيناها قليلا في بنغازي، بطبرق بشكل أساسي مع إحراق مبنى البرلمان سبها، وكذلك أيضا مدن ليبية أخرى. اليوم نراها في هذا الطريق الرابط بين مصراتة وطرابلس، وتأتي بعد تطورات داخل العاصمة الليبية طرابلس التي يتحدث فيها تيار باتريس عن عصيان مدني. على ما يبدو في تفصيل جديد حول هذه التظاهرة، هي في مدينة القربولي، يعني أتمنى أن أكون أقرأها بشكل صحيح. هذه المدينة تربط أو فيها يعني الطريق الرابط بين مصراتة وطرابلس، في محاولة لإغلاق هذا الطريق تماما. كان في محاولات أخرى لإغلاق مداخل طرابلس من عدة جهات في ساعات ماضية، كما كان زميلنا منير قد أخبرنا بمداخلات سابقة. بالداخل داخل طرابلس في حديث عن عصيان مدني، عن نصب خيام بميدان الشهداء من جانب تيار باتريس، الذي يقول أنه هذه الاعتصامات ستكون مستمرة إلى حين تحقيق المطالب. كان في خلال ساعات هذا اليوم محاولة لقاء بين تيار باتريس والمجلس الرئاسي ونقل المطالب لهم، ولكن على ما يبدو أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي كانت تذهب من يعني إعلان حالة الطوارئ، حل جميع مؤسسات
مؤسسات الدولة الموجودة الآن والذهاب إلى انتخابات، هذا الموضوع لا يبدو أنه لقي استجابة من المجلس الرئاسي، يعني فيما يقول بعض المراقبين المشهد أنه أصلا ليس للمجلس الرئاسي صلاحيات بهذه الطريقة. على كل نحن معنا كذلك دائما السيد إبراهيم بالقاسم المحلل السياسي الليبي، وأيضا ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي الليبي كذلك عبد الحكيم فنوش. سأبدأ مع سيد عبد الحكيم هذه الفقرة يعني قبل العودة إلى سيد بالقاسم. أستاذ عبد الحكيم مساء الخير، أهلا فيك معنا في الأخبار الليلة في هذه التغطية لما يجري بليبيا. عودة مشهد التظاهرات، ما زلنا نتحدث بطرابلس ومحيط طرابلس، كيف يمكن فهم هذا المشهد إلى الآن؟ مرحبا، أهلا وسهلا. الحقيقة أنا أرى بأن هذا المشهد هو حتى هذه اللحظة هو تعبير عن حالة غضب، ولكن لا أستطيع أن أخرجه من هذا الإطار. هذه المجموعة وهذا الحراك حتى هذه الساعة لا رأس له، لا يوجد هناك قيادة، والمطالبة بإسقاط الأجسام دون البحث عن إمكانية إيجاد البديل أراه غير منتج على الإطلاق. وبالتالي نحن أمام تأزم حتى في المطالب التي يطالب بها المتظاهرون. من حقهم طبعا المطالب هي مطالب مشروعة لأن هناك انسداد وغيره، ولكن إسقاط الأجسام دون البحث عن بديل لها وإيجاد أرضية ما تبحث في جذور الأزمة الليبية، أعتقد بأنه لن يكون سببا في إنتاج أي حل. ولكن أتصور بأن هذا الحراك هو تهيئة لحراك لأطراف ما خارج المشهد، ليست واضحة حتى هذه الساعة، من الخارج تعد في مشهد ما يراد أن يتم اعتماده من قبل أطراف بعينها. حتى هذه اللحظة الأمر غير واضح، ولكن هناك مشاريع ما يراد تقدم الآن في تركيا، ولكن ستظل هناك ضرورة لاعتماد هذه المشاريع أو أحد هذه المشاريع لإدعاء شرعية ما له وفي محاولة لإيجاد بديل لهذه الأجسام. ولكن هذه الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن إما الذهاب إلى مجلس الأمن وإصدار قرار مجلس الأمن بإدعاء بأن مجلس الأمن يملك إمكانية أن يقرر مصير ليبي بعيدا عن الليبيين وإعطاء شرعية لمن ينتقيهم هو، أو الذهاب إلى الأجسام التي يراد إسقاطها من أجل اعتماد أي مشروع آخر ممكن ممكن أن يتم. يعني هذه هي النقطة المعقدة هنا. بس أنا قبل ما أتابع معك أستاذ عبد الحكيم، نحن ما زلنا نعرض صور تريدنا تباعا لمظاهرات على ما يبدو هذا بإحدى ضواحي طرابلس، ولكن نحاول تأكد أكثر من المكان الذي يعني خرجت فيه هذه التظاهرات بالتحديد وأي جهة. على ما يبدو أنها بمنطقة السواني بضاحية العاصمة طرابلس بحسب المعطيات إلى الآن. سيد عبد الحكيم، يعني تقول حضرتك أنه إما عبر مجلس الأمن إما عبر هذه الأجسام، ولكن بنفس الوقت هو فعليا يعني حتى قانونيا دستوريا من لديه صلاحيات اليوم بالقيام بأي تغيير بأي جسم بليبيا؟ كل الوسائل من 2015 حتى هذه الساعة ارتضت الأطراف الدولية أن تدعي لنفسها الحق بأن تشرع من تشاء من خلال مصطلح المعترف به، وهذا المصطلح الذي يعتبره أنا إعلان لحالة احتلال واستلاب الإرادة الليبية، وادعاء الأطراف الخارجية لنفسها الحق بأن تصف جهة ما بأن المعترف بها وتتعامل معها على أنها الممثل لإرادة الليبية بغض النظر عن الأجسام الليبية وغيرها. ومن ثم انتقت لنفسها مجموعة تم سميت مجموعة الحوار في 2015، وتجمع مع بعضهم البعض وأنتجوا لنا سلطة حاولت فرضها من خلال البرلمان، لم يحدث هذا الأمر، فذهبوا إلى مجلس الأمن واصدروا لهم قرار لاعتمادهم. من ثم جاءت مجموعة 75 وذهبوا إلى جنيف. هذا كلها أجسام ينتج فيها مكتب الأمم المتحدة من أجل فرض إملاءات على الأجسام الليبية الموجودة، وكانت هي ترضخ لهذه الإملاءات بعد أن تم مصطلح ومفهوم المعترف بهم، أي أنها الأمم المتحدة والأطراف الخارجية تقول لهذه الأجسام أنتم مجرد أدوات وأنا لا أعترف بكم متى شئت ويعني أنهيكم متى شئت. وبالتالي نحن أمام حالة احتلال حقيقية من قبل الأطراف الخارجية. تصور إمكانية تحليق أي سلطة ما والذهاب بها لأحد أطراف النزاع لن ينتج إلا نزاع آخر. تصور بأن الشباب هؤلاء وهم مطالبهم مشروعة، سواء هم أو أي كل الشباب الذين خرجوا الذين يروا حالة الانسداد وحالة تردي الحالة المعيشية للناس يبحثون عن مخرج ما، ولكن تصور إنتاج سلطة ما من خلال هذا الخيار الذي يجري في طرابلس
وسيطرة هذا الخيار وخضوعه للإكراهات الموجودة داخل طرابلس، إما من المجموعات المسلحة أو من القوات الأجنبية التي تسيطر على طرابلس. هذا السكوت للأتراك والقوات التركية والمرتزقة الموجودين والأطراف الدولية والسفراء يبين بأن هناك رضا عن حالة إظهار ومظهرة وإبراز وبروزة أن هناك حراك ما يعلن القطيعة مع الأجسام الموجودة من أجل أن تقوم هذه الأطراف الخارجية بإعلان البديل وإنتاج حالة الفرج وإنتاج حالة الخلاص. لمن تعطيه لا ندري، هناك من يتحدث على أنهم سيبتدعون شيئا ما للمحكمة العليا مثلا أو شيء من هذا القبيل من أجل إيجاد مرجعية قانونية لهذا الجسم، ولكن إنتاج أي سلطة في أي مكان في ليبيا بمعزل عن الطرف الآخر الذي يشكل سلطة أخرى في مكان آخر من ليبيا سيكون سببا للصدام. ولذلك نحن مضطرون للتعامل مع هذه الأجسام التي تمثل حالتين سياسيتين، واحدة في طرابلس واحدة في بنغازي ومنطقة واحدة في مرقة واحدة في طرابلس، يجب أن يتفقا على تصور المال للسلطة حتى يكون هذا التصور قادر على أن ينجز نفسه. الوسيلة يعني الوحيدة تحكي حضرتك عن حالتين سياسيتين، يعني يبدو أنه نحن سنذهب إلى كلمة للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قبل أن نتابع حوارنا هذا. نستمع مشاهدينا إذن لهذه الكلمة. للقوات المسلحة العربية الليبية حول الحراك الشعبي المطالب بالتغيير. تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي الذي يعبر عن مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، ويتعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية وتأييدها لمطالب المواطنين وانطلاقا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد وحرصا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب. ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة بالتالي: أولا، عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة. ثانيا، التأكيد على أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنها عند وعدها له بحمايته متى أختار خارطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء. ثالثا، تدعو القيادة العامة الشعب الليبي إلى تنظيم تظاهره المشروع إلى حراك مدني سلمي منظم لوضع خارطة الطريق الخلاص من الواقع المرير والعبث القائم والتوجه نحو بناء الدولة المدنية بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد. رابعا، ستتخذ القيادة العامة الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين. حفظ الله ليبيا صدر في بنغازي بتاريخ 2/7/2022 حول الحراك الشعبي المطالب بالتغيير. تتابع القيادة العامة الحراك. إذن مشاهدينا تابعنا هذه الكلمة المقتضبة في الواقع للمتحدث باسم الجيش الليبي، عبر فيها عن موقف القيادة العامة الداعم للإرادة الشعبية والحراك الموجود بالشارع، ولكن دعت كذلك القيادة العامة إلى حراك سلمي منظم لوضع خريطة طريق والتوجه إلى الدولة المدنية دون وصاية من أحد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الاستقرار في حال كان في هناك محاولة لإدارة هذه التحركات من جهات خارجية. أعود إذن إلى ضيفي سيد إبراهيم بالقاسم وسيد عبد الحكيم فنوش. سيد إبراهيم، معك أخذ تعليق على كلام سيد المسماري، لسيما من ناحية الإشارة إلى يعني التصدي لأي جهات خارجية، ما المقصود هنا؟ بكل تأكيد البيان له بعد سياسي واضح. الآن القيادة تحاول بقدر الإمكان أنها تنحاز إلى التظاهرات أو الحراك المدني، وهذا موقف جيد صراحة، لأن بهذا الشكل سيقدم اليوم القيادة أو سيقدم حفتر ك يعني شريك لأي تسوية ستكون خلال المدة القادمة، برغم أنه في كل الأحوال سيكون شريك، لكن الآن يعزز نفسه كشريك حتى لمخرجات هذا الحراك. بمعنى أن لو كان المجلس الرئاسي يفكر بجدية
في عملية أن يعني يقوم بما قام به قيس سعيد في تونس، فعليه أن يبحث عن شركاء حقيقيين في شرق ليبيا. ولا أعتقد أن عقيلة صالح مؤهل الآن بسبب يعني تأطيره بموجب التظاهرات وحرق البرلمان وضعف الآن الذي قد يكون فيه السيد عقيلة صالح، لذا سيبحث عن شريك حقيقي، والشريك الأقرب هو خليفة حفتر وقيادة الجيش، بمعنى أنه الآن المجلس الرئاسي قد يستخدم الجيش كشريك لعملية التحول. دون شركاء حقيقيين في شرق ليبيا لن يستطيع المجلس الرئاسي، بالرغم من أن رئيس المجلس الرئاسي هو من شرق ليبيا أساسا، سليل قبيلة البنفة، قبيلة الشيخ المجاهدين عمر المختار، رمزية ليبية يجتمع عليها الليبيين، لكن الآن سيكون من المهم ومن الذكاء أن يبحث عن شركاء في شرق ليبيا كما شركاء في غرب ليبيا وجنوب ليبيا، حتى يستطيع أن يعني يأخذ أي موقف في أي اتجاه. هذه واحد. اثنين، ربما يعني أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة يحتاج الجيش أن يكون أكثر وضوحا، لا أكثر تموضعا في هذه المرحلة فيما يتعلق بموقفه السياسي مما يحدث الآن. هو لم يحدد موقفه اتجاه المفاوضات عقيلة المشري، لم يحدد موقفه فعليا من المبادرة الرئاسي، لم يحدد موقفه من الكثير من المبادرات. جزء من الصورة صراحة يعني غايب، هناك الكثير من الكواليس والكثير من الأمور خارج إطار الصورة صراحة، يجب أن نفهمها حتى نقيم ونفهم ماذا يقول. إلى الآن الرسالة جيدة، إلى الآن الرسالة بشكل عام هي رسالة إيجابية ورسالة جيدة، تحسب لحفتر وتحسب أيضا للجيش، لكن ماذا بعد؟ يعني على الجيش أيضا أن كان المفترض أن تعاطى بشكل أكثر وضوحا في عملية الحلول الموجودة، خصوصا أن يعني وحتى يعني تعقيبا على الفكرة التي كثير من يطرحها بعض الأطراف عندما نتحدث عن أنه لتسلم السلطة أو ليذهب أحد الطرفين، إما المجلس الأعلى للقضاء أو المجلس الرئاسي لفرض حالة الطوارئ وإعلان الانتخابات في ليبيا، هناك من يخرج علينا ويتحدث على أنه هذا يمس باستقلالية السلطات، أنت تطلب من المجلس الرئاسي أن يلغي السلطة التشريعية ويختزل السلطات فيما بين، أو السلطة القضائية التي تلغي السلطة التنفيذية والرئاسة والسلطة التشريعية في، إذن هذا خلل في السلطات. وكأن الحالة في ليبيا صراحة حالة يعني هناك دولة قائمة بمؤسساتها وهناك سلطات حتى يتم يعني الغاء أو تغييبها أو محاولة هذه يعني سردية غير حقيقية، سردية صراحة مثيرة للسخرية في بعض الأحيان، لا يوجد حقيقة نظام مثالي حتى نتعامل معه. أخيرا، جزء من الصورة له علاقة بالخارج. الآن رسالة الجيش أو رسالة حفتر ستعطي رسائل إيجابية حتى للخارج بأنه شريك يعول عليه في مرحلة التحول ناحية الاستقرار أو الذهاب إلى الانتخابات أيا كانت هذه المسارات. لا يمكن شيطنة شيطنة فكرة جزئية فقط ثواني، الجزئية أنه لا يمكن شيطنة المجتمع الدولي واتهام بأنه الآن هو مستعمر لليبيا، هذا غير صحيح، غير حقيقي. المجتمع الدولي صار شريكا في العملية السياسية منذ عام 2014 عندما عقيلة صالح طلب من الأمم المتحدة أن ترعى اتفاقا سياسيا في ليبيا أو حوارا سياسيا في ليبيا، انتهى باتفاق الصخيرات التي كانت الأمم المتحدة هي من أشرفت عليه. سيد إبراهيم، اسمح لي أن أنتقل إلى سيد عبد الحكيم، معلش اسمح لي لأنه نحن وقتنا ضيق. أستاذ عبد الحكيم، كيف تقرأ موقف الجيش الآن؟ هل مطلوب من الجيش أي مواقف سياسية بالمرحلة القادمة، أو يعني الآن دور الجيش هو سيكون يعني ربما النقطة الأساسية أو الحاسمة والفاصلة بين كيف يمكن أن يتطور المشهد بمرحلة قادمة؟ هو الحقيقة يعني المؤسسة العسكرية والجيش الليبي موقف صريح وواضح بأنه مع مطالب هذه الفئة التي خرجت من أجل رافضة للحالة التأزم القائمة حالياً، وتبحث يعني مساندة له، ولكن تربط أي تجاوز وأي تطاول على مؤسسة الدولة العامة والخاصة، وكذلك تربط إمكانية استغلال هذا الحراك من أجل شرعنة أي جهة ما من قبل الأطراف الخارجية، وأرى بأن هذه النقطة جوهرية للغاية، وهي أنه يحذر بأنه أن لا يتم استغلال هذه المطالب المشروعة من قبل الشباب ومن قبل العديد من الشعب الليبي، من قبل أطراف أخرى تحاول أن تصنع سلطة ما بعيدا عن إرادة الليبيين. بس أي أطراف أخرى يقصدها الجيش أستاذ عبد الحكيم؟ هناك محاولة الآن لتصنيع سلطة ما استجابة لإسقاط الأجسام الموجودة داخل طرابلس الآن، والمطالب الخارجية هي المتدخلة بشأن الليبي، الأمم المتحدة والسفراء الذين
يبحثون الآن عن مخرج ما وعن آلية لتصنيع السلطة يراد أن تهب الحق بإدارة الحالة الليبية. هناك الكارثة الليبية الآن تكمن في التالي يا أختي العزيزة، وهي الإصرار على أن نبني دولة في مكان لا يمكن أن تبنى فيه دولة. طرابلس مدينة محتلة. السيد القاسم يقول أن الأطراف الخارجية غير محتلة على الإطلاق. هناك مبدأ أنا صكيته من 2015 وهو مبدأ المعترف بهم وأراه من أساس بكيفية إدارة مصير الشعوب والدول تم اعتماده من قبل الأطراف الخارجية التي ادعت لنفسها الحق بأن تهب مجموعة معينة تستقيها من الشعب من لإدارة مصير أي دولة تريد إدارتها، ومن ثم أعطت لنفسها الحق بأن تشرع أن تصنع الشرعية التي تريد. وهذا منطق احتلال صريح وواضح، ورأيناه في الفترة الماضية كيف تعاملت مع الأجسام الليبية والتي لا تعيرها اهتمام على الإطلاق عندما تريد إسقاطها وشرع أي جسم آخر بعيدا عن الإرادة الليبية. هذا منطق احتلال. هذه الأطراف الخارجية انتقت لنفسها مجموعة معين بعينها، تعترف هي بنفسها وتقول أنا المعترف بي، أنا المعترف بي، لو لا يدركون بأن هذا المفهوم هو مفهوم نعم. أنا العميل، أنا العميل، أنا الخائن. هذا هو المنطق الوحيد المطروح أمامنا الآن، هو إخراج السلطة من المكان الذي لا يمكن أن تصنع فيه سلطة لتتحرر إرادة الليبية في كيفية تصنيع مصيرها. لا يمكن أن نصنع مفهوما للدولة طرابلس بوجود الميليشيات الخارجة عن القانون والتي لا يوجد لها رأس على الإطلاق، وبوجود قوات احتلال لمدينة طرابلس نعم. ولوجود إرادة خارجية لتصنيع السلطة في طرابلس بالكيفية التي تريدها. بس أنا أشرح هنا أن نحن ننقل فيديو جديد للمظاهرات الموجودة في ضواحي العاصمة طرابلس، محاولة أيضا إغلاق الطرق، على ما يبدو في محاولة لإغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى داخل العاصمة الليبية. وهنا يعني السؤال سيد عبد الحكيم، لماذا الآن نشهد هذا الحراك المتزايد بين الأمس واليوم بطرابلس، ويعني لم نشهد نفس المشهد كما أمس بمناطق أخرى سواء ببنغازي أو بطبرق أو سواها؟ هل يعني في يعني تفسير معين لما يجري داخل طرابلس يختلف عما رأيناه بمناطق أخرى؟ نعم هناك، أنا أرى بأن هناك بروزة وتمظهر لحالة الفشل، هناك بروزة وتمظهر لإعطاء إشارة صريحة وواضحة على أن ما عاد هناك من سلطة ويجب إيجاد بديل ما، ويجب إنتاج المنقذ. هنا يراد لهذه الأمور أن تخرج الآن كما رأينا كيف في أماكن مختلفة. يجب أن يكون هناك حريق، يكون إسداد إغلاق لبعض الطرق وإلى آخره، ولإعطاء هذه الرسالة الإعلامية للناس بأن هناك كيوس، يعني حالة منهارة نعم. وهناك ضرورة لتخليق بديل ما يعد الآن في الخفاء، لا ندري ما هو. محاولة تصنيع سلطة وإبقاها في طرابلس يراد لها أن تتمظهر، أن يتمظهر الفشل، أن يتمظهر نعم. للأسف حالة المنطلقة. يعني نحن نصل إلى نهاية البرنامج، بس أنا هون أشير إلى أنه هذه الصور تحديدا هي من منطقة غوط شعال بالعاصمة طرابلس، في تجدد للتظاهرات، إغلاق طرق، إحراق إطارات سيارات، ويعني المشهد يتكرر بعدد من النقاط حول العاصمة طرابلس وداخلها مع الحديث عن عصيان مدني. أنا أريد أن أشكر ضيفي السيد عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي من باريس، وكذلك أيضا ضيفنا من القاهرة المحلل السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم على وجودهما معنا في خلال هذه التغطية ضمن برنامج الأخبار الليلة. ولكن نحن سنكون بمتابعة مستمرة لهذه الصور وأي صور أخرى تأتينا سواء من طرابلس أو من أي منطقة ليبية أخرى لتجدد التظاهرات في هذه الساعات من المساء. شكرا لكم على كرم المتابعة. التغطية مستمرة في إطار نشرة 19 مع حسين الشيخ. إلى اللقاء.